السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة علمك سيدتي مع مريم. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. واليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وصفة تساعد على إنبات الشعر وملء الفراغات في الشعر، وبذلك نقص من تساقط الشعر. وصفة سهلة وكما أقول دائما بمكونات متوفرة في كل بيت. الناس الذين يشاهدون قناتي لأول مرة لا تنسوا الاشتراك في القناة، وذلك بالضغط على زر أبوني الموجود أسفل الفيديو وتفعيل الجرس للتوصل دائما بجديد الفيديوهات التي أقدم على القناة. ولا تنسوا زيارة حسابي على الانستغرام علمك، سأترك لكم أسفل هذا الفيديو. المكونات التي سنحتاج في هذه الوصفة، سنحتاج إلى حبة من الفلفل الأخضر الحلو، حبة طرية من الفلفل الأخضر الحلو. سنحتاج في هذه الوصفة إلى الثوم، وكما أقول دائما في الفيديوهات السابقة أن الوصفات التي تساعد على إنبات الشعر هي الوصفات التي تحتوي على الثوم والبصل. هاد المكونين هما أفضل مكونين الذين يساعدون على إنبات الفراغات في الشعر ومنع تساقط الشعر. سنحتاج أيضا في هذه الوصفة إلى كأس من زيت الزيتون، وسنحتاج أيضا إلى قنينة فارغة. سنحتاج إلى قنينة بهذا الشكل. في هذه القنينة سنقوم بوضع هذه الوصفة. أول شيء سأقوم بأخذ قطعة الفلفل، غسلتها من قبل وقمت بإزالة الماء من فوق. أنا فقط سأستعمل هذه الكمية. ليس ضروري استعمال الفلفل الأخضر، يمكنكم استعمال الفلفل الأخضر كما يمكنكم استعمال الفلفل الأحمر في هذه الوصفة. سنقوم بتقطيعه إلى قطع صغيرة بهذا الشكل. هذه الوصفة يعني يجب تحضيرها مدة أسبوع قبل استعمالها. سأشرح لكم في الفيديو تفاصيل هذه الوصفة. سنقوم بتقطيع هذا الفلفل إلى قطع صغيرة بهذا الشكل. بعد ذلك سنقوم بأخذ هذه القنينة الزجاجية، سنضع فيها الفلفل. يمكنكم تحضير كمية كبيرة، أنا فقط سأحضر هذه الكمية. بعد ذلك سأقوم بأخذ الثوم. إحدى الفتيات طرحت علي سؤال على الانستغرام، لماذا عندما تضع الثوم في الوصفات الطبيعية يبدأ شعرها بالتساقط أولا؟ دونك عادة في الوصفات الطبيعية لإنبات الشعر فيمكن في الأول أن تلاحظوا تساقط للشعر عند استعمالكم الثوم أو البصل في الوصفات الطبيعية، يعني في الأول تلاحظون تساقط للشعر، بعد ذلك يبدأ الشعر يعني يبدأ علاج المشكل تساقط الشعر، ويبدأ تلاحظون فرق في الشعر، تلاحظون إنبات الشعر من جديد. آسفة على اللغة، أحاول أن أتكلم بلغة بيضاء يفهمها الجميع. أعرف أن عندي العديد من المتتبعين من دول عربية ومغاربية، فلذلك أحاول التكلم ليس بلغة عربية ولكن بلغة بيضاء ليفهم الجميع ما أقدمه في هذا الفيديو. سنقوم بتقطيع. هنا استعملت أربع فصوص أو ثلاثة فصوص من الثوم. كما قلت من قبل يمكنكم مضاعفة الكمية، فأنا أستعمل فقط هذا المقدار من الزيت، لكن إذا استعملتم كمية أكبر فيمكنكم مضاعفة كمية الفلفل والثوم في هذه الوصفة. سنضع الثوم على الفلفل هذا الشكل. بعد ذلك سأقوم بإضافة الزيت.
يجب أن نضيف كمية كبيرة من الزيت تغطي جميع المكونات التي وضعنا من قبل. بعد ذلك نقوم برج هذا القنينة بهذا الشكل لمزج الثوم مع الفلفل والزيت. وستحصلون على مزيج بهذا الشكل. بعد ذلك نقوم بوضع هذا القنينة في مكان مظلم وبارد. إذا كان الجو ساخن فمن الأفضل وضعها في الثلاجة، لكن إذا كان الجو بارد يمكنكم وضعها في مكان مظلم وتركها لمدة أسبوع. بعد ذلك نبدأ باستعمال هذا الوصفة، يعني بعد أسبوع نقوم بأخذ هذا الزيت ونقوم بدهن فروة الرأس والشعر بكامله بهذا الزيت. هذه الوصفة يمكنكم تطبيقها مرتين كل أسبوع، 3 مرات كل أسبوع، يعني كلما استعملتم هذا الزيت بكثرة كلما لاحظتم الفرق في شعركم. ومع ذلك يجب المداومة، كما أقول دائما في الوصفات الطبيعية المداومة هي التي تعطي نتيجة جيدة في الوصفات الطبيعية. يعني بعد دهن الشعر بهذا الزيت نتركه لمدة ساعة كاملة، يمكنكم تركه مدة أطول إن أردتم ذلك، يمكنكم تركه مدة ساعة ونصف أو ساعتين على الشعر. بعد ذلك نقوم بغسل الشعر من هذا المزيج، فعلا تبقى رائحة قليلة من الثوم على الشعر، يمكنكم التخلص منها كما قلت في فيديوهات سابقة بوضع الماء مع القهوة المطحونة وتصفية ذلك المزيج وغسل الشعر بالماء به القهوة، فهذه الطريقة تزيل نهائيا رائحة الثوم من الشعر. هذه الوصفة تبقى صالحة إلى غاية مدة شهر، فيمكنكم يعني عمل كيمياء التي تلزمكم لمدة شهر، بعد ذلك تجديده وعمل كيمياء أخرى لمدة شهر آخر. هذه الوصفة تساعد على تطويل الشعر، التقليل من تساقط الشعر، وفي نفس الوقت تغذية الشعر. وصفة رائعة جدا. بالنسبة للناس الذين لم يتوفر لديهم زيت الزيتون يمكنكم استبداله بزيت جوز الهند في هذه الوصفة. ومعلومة أخيرة أقدمها لكم، أن مع هذه الوصفات الطبيعية التي تساعد على تطويل الشعر وعلى النقص من تساقط الشعر، فمن الأفضل استعمال شامبو يكون بدون بارابين، بدون سيليكون، يكون شامبو طبيعي. هذا الشامبو الطبيعي هو الذي سيساعدكم على إعطاء فعالية أكثر لهذه الوصفة. من الأفضل من الآن استعمال شامبو يكون طبيعي 100%. الشامبوات التي تكون فيها مواد كيماوية بكثرة هي التي تساعد على أو هي التي تؤدي إلى إضرار الشعر بشكل كبير. شكرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وشكرا على وفائكم الدائم للقناة. لا تنسوا نشر هذا الفيديو لدعم القناة ولتعم الفائدة للجميع. شكرا على تتبعكم، إلى اللقاء وإلى فيديو قادم بإذن الله. ولا تنسوا ترك لي تعليقاتكم على هذا الفيديو، أو من سبق وأن جرب هذه الوصفة أن يترك لي تعليق على هذا الفيديو ورأيه في هذه الوصفة. شكرا على الوفاء الدائم، إلى اللقاء وإلى فيديو قادم بإذن الله.